ينضم إلينا من كييف الزميل غيث منافع. غيث، ما هي آخر هذه التطورات وهناك أيضا على المستوى الاستخباراتي وطائرات الاستطلاع المسيرة، كذلك أيضا هناك استهداف لمناطق مختلفة في أوكرانيا في هذه الأثناء وخلال الساعات الماضية، ما التفاصيل؟ طاب مساءك زميلي محمد، دعنا نبتدئها بهذه الأخبار العاجلة التي تأتي تباعا منذ لحظات دوت سلسلة من إطلاقات نارية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف جراء محاولات لقوات الدفاع الجوي في إسقاط مسيرات روسية من طراز شاهد، حيث اخترقت مجموعة من المسيرات الأجواء الأراضي الأوكرانية من منطقة سومي بعد أن تم إطلاق تلك المسيرات في المجموعة الأولى من منطقة كورسك صوب الأراضي الأوكرانية. إذن هو التهديد ما زال قائما، وإن بعض المسيرات بالفعل اتجهت نحو منطقة جيتومر غربي الأراضي الأوكرانية. نشاهد بين الحينة والأخرى تأتي سيارات الإسعاف التي تتجه نحو أماكن حالة الاستهداف الذي وقع منذ لحظات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. لم يشر البيانات الأولية عن ماهية هذه الإصابة وعدد الذين أصيبوا جراء سقوط مسيرات شاهد أو استهدافها من قبل. إذن هي آليات عسكرية أيضا الآن تتجه من الضفة اليسرى صوب الضفة اليمنى اتجاه منطقة جيتومر بالتحديد. أما أيضا ما جاء من قبل سلاح الجو الأوكراني وقيادة عمليات تافريا الآن تعلن عن دخول مجموعة أخرى من المسيرات الروسية في منطقة خرسون وصوب منطقة دنيبروبتروسك وميكولايف، حيث أعلن حالة الانذار والتأهب الجوي. معظم الأراضي الأوكرانية الآن تحت الانذار الجوي عزيزي محمد، وأن الوضع يتفاقم كون أن حتى هذه اللحظة تم تسجيل حوالي أكثر من 12 مسيرة روسية، وأيضا هناك انذار يشير بأن القوات الروسية ربما سوف تشن هجمات صاروخية من نوع صواريخ باليستية من نوع اسكندر أم أو اسكندر كا، التي هي دائما ما تقوم باستهداف المواقع الأوكرانية. وهذا الشيء بدأ أكثر كثافة بعد أن أعلنت القوات الأوكرانية عن دخول مقاتلات F-16 إلى الأراضي الأوكرانية وتنفيذها لبعض المهام في داخل منطقة دونيسك، بالإضافة إلى تصديها لمجموعة من المسيرات في يوم 31 من شهر السابع المنصرم. وهذا الشيء يأتي أيضا تصعيدا آخر يقوم به القوات الروسية اتجاه الأراضي الأوكرانية وما تقوم به أوكرانيا اتجاه تصعيد آخر وكبير. وهذا الشيء الذي أعلنه رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية منذ لحظات بأن جسر القرم سوف يشهد انفجارا وسوف يتم تدميره في هذه الأيام القادمة. لم يشير متى وأين، ولكن قال دعونا نشاهد ونراقب ونحتفل بعد تفجير هذا الجسر في الأيام القادمة. غيث، بعد دخول الاف 15 الى المنظومه داخل الجيش الاوكراني، هل من تحضيرات من قبل الجيش الاوكراني للقيام بعمليات هجوميه في الفتره القادمه؟ حسب ما جاء من قبل سلاح الجو الاوكراني فان هذه المقاتلات سوف تختصر مهامها في اولا استهداف والتصدي لكل الأهداف الجوية الروسية، ثانيا سوف تقوم بعمليات وطلعات جوية على مدار الساعة، وهذا الشيء الذي يرجح عدم هبوط تلك المقاتلات إلا للتزود بالوقود ثم إعادة إطلاقها مجددا في السماء حفاظا عليها من أي استهداف روسي أو استهداف مطاراتها. تم تجهيز بعض المطارات بالفعل، تم تجهيز عدة مخابئ لتلك الطائرات، لم يتم الإعلان عن أي من تلك المطارات أو ما هي المطارات التي يتم استخدامها، ولكن هذا الشيء جاء من خلال مراقبين ومقربين من سلاح الجو الأوكراني، حيث أعلنوا بأن التجهيزات كاملة وأن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل قامت بتجهيز تلك الطائرات بأسلحة حديثة. وتم نشر فيديوهات قبل قليل من قبل الإعلام الأوكراني بأن طائرة أنتونوف الأوكرانية قامت بتحميل تلك الطائرات التي تم نقلها من أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكانها الأخير وهي بالقرب من الأراضي الأوكرانية، ثم يتم تركيب هذه الطائرات وإدخالها مباشرة
إلى الأراضي الأوكرانية حسب ما جاء من قبل الغرب، الذين هم يشيرون بأن تلك الطائرات لن تستخدم ولن تحلق داخل الأراضي الأوروبية ولن يتم إطلاقها من داخل الأراضي الأوروبية. ولكن مجمع الطائرات المدنية وطائرات النقل الأوكرانية هي اليوم موجودة ما بين رومانيا وما بين بولندا، ويرجح بأن تلك الطائرة، طائرة النقل العملاقة أنتونوف الأوكرانية، سوف تهبط أما في منطقة، في مدينة أو في المدن الرومانية أو في المدن البولندية، استعدادا لإخراج حمولتها، وهي التي تتكون من طائرات F-16 تم نقلها على حسب ما جاء من الإعلام الأوكراني. ولم يشير مصدر رسمي حتى نعم، هذه اللحظة تبني لهذه الرواية أو نفيها من قبل الجهات الرسمية، أشكرك. ولكن تشير البيانات نعم، بأن أوروبا وأن أوكرانيا سوف تشهد مزيدا من الصراعات في الأيام المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا زميل غيث مناف من أوكرانيا، من كييف تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا.